طيب ضلالة تانية من ضلالات سيد قطب، إن يا أخواننا بيعتقد سيد قطب إنه القرآن عبارة عن موسيقى، القرآن ده بيعتبره إنه عبارة عن موسيقى. طيب الصفحة 102، بل بيعتبر إنه القرآن ده زيه زي الشعر. أنا أقرأ لك كلام غريب جدا لهذا الرجل، قال: ولما كانت هذه الموسيقى، بعد ما يتكلم عن الموسيقى قال في القرآن على حسب كلامه هو، عرفته؟ وأنا بجي بديك كلام واضح جدا، ونماذج كثيرة ذكره هو في دار يثبت فوق إنه القرآن هو موسيقى. قال: ولما كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعا للنظم الخاص في كل موضع، وتابعة لقصر الفواصل وطولها، كما هي تابعة لانسجام الحروف في الكلمة المفردة والانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة، فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر، عن هذه الظواهر كلها مجتمعة. جاء في القرآن الكريم: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وجاء في حكاية عن كفار العرب: بل افتراه بل هو شاعر. قال ده كله جاء في القرآن الكريم، والآن بيتكلم لك عن الموسيقى في القرآن الكريم، وإن القرآن هو أيضا ضرب من ضروب الشعر، دي الحاجة الداري وصلك لها سيد قطب. قال: وصدق القرآن الكريم فليس هذا النسق شعرا. بعدين تشوف بقية كلامه. قال: ولكن العرب كذلك لم يكونوا مجانين ولا جاهلين بخصائص الشعر يوم قالوا عن هذا النسق العالي إنه شعر. شوف الكلام ده كيف كلام عجيب ذاته. يقول لك ربنا قال القرآن ما شعر، لكن برضو يقول لك العرب دين ما كانوا ناس جهال لما قالوا القرآن ده شعر. ده معناه شنو يا أخوانا؟ معناه كلام العرب صح والقرآن شعر، فهمت؟ ومعناه الرسول عليه الصلاة والسلام شاعر. يبقى الطعونات الطعنوها الكفار في الرسول عليه الصلاة والسلام يصححها هذا الرجل المسمى بسيد قطب. طيب قال الكلام الجابو ده انه في موسيقى وكده. قال: تفضل الموسيقي المبدع، الموسيقي المبدع قال الأستاذ محمد حسن الشجاعي بمراجعة هذا الجزء الخاص بالموسيقى في القرآن، وكان له الفضل في ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية. يعني عشان يضبط لك انه القرآن صح فيه موسيقى، قام جاب له واحد موسيقار كبير في زعمه هو عشان يضبط له الشغلة بتاعته. طيب قال الصفحة 110، طيب قال: فأما تنوع أسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء التي تطلق فيها، فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاما خاصا وينسجم مع الجو العام باطراد لا يستثنى، وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية خاصة. دارس بتلك إن القرآن ده فيه موسيقى، عشان كده ما تستغرب إنه ناس إذاعة الكوثر عملوا بعض الصور من القرآن عملها بالموسيقى، بعض الصور من القرآن، فهمت؟ وما تستعجب من الفرق اللي عملها الترابي. الترابي ما عمل له فرق بتاعت موسيقى، وقال: ينبغي للآلات الموسيقية أن تؤوب إلى الله، ولا يمكن أن يعبد الطار الله وحده. قال: ما ممكن الناس النوبة براء دي اللي بيعبدوا بها الله، لابد أن تؤوب الآلات الموسيقية إلى الله، فهمت؟ عشان كده قال دي فيها حسنات. قال في كتاب الدين والفن، تلقاه قاعد في الدار السودانية للكتب، أصل لموضوع إنه ممكن تتعبد لله سبحانه وتعالى بالموسيقى، فهمت؟ عشان كده عمل لهم فرقة الصحوة، ما أعرف ليك فرقة منو فرقة منو، وبيجوا ينشدوا الأناشيد بالقرآن، وفي النهاية حصلت المراحل الأخيرة دي، ها؟ يجي يقول لك يا أخ سوداتيل صلوا عليه بالموسيقى، سوداتيل صلي عليه، حوي الرصيد صلي عليه، أكل باسم الدين،
ودي كلها من تاصيلات الاخوان المسلمين، لانه زمان الدراويش الصوفيه الدراويش الزمان ديل بس بيعرفوا المهيوبه وبيعرفوا الطار حقهم ده، ما بيعرفوا شغل بتاع اورجن وحاجات جديده زي دي. طيب قال وقد نحتاج في ضبط هذه الفروق وتوضيحها الى قواعد موسيقيه خاصه والى اصطلاحات موسيقيه او اصطلاحات في الموسيقى لا يتهيأ العلم بها لكل قارئ ولا لنا نحن ايضا، ولكننا نحسب المساله ايسر من ذلك. قال في صورة النازعات اسلوبان موسيقيان وايقاعان ينسجمان مع جوين فيهما تمام الانسجام، اولهما يظهر في هذه المقطوعه السريعه الحركه. ده قال في القران، في القران في موسيقى اول واحده قال شنو؟ قال السريعه الحركه القصيره الموجه القويه المبنى تنسجم مع جو مكهرب سريع النبض شديد الارتجاف على النحو التالي والنازعات قرقة والناشطات نشطة. اخواننا ده بيتكلم عن الغران ولا ده نشرة بتاعت احوال جوية قصيرة الطول وما اعرف ليك سريعة الحركة بعد شيء كان يقول شمالية الى شمالية غربية، فهمت؟ فده لعب وده استهتار وده كفر بالله سبحانه وتعالى. قال والثاني يظهر في هذه المقطوعة الوانية الحركة الرخية الموجة المتوسطة الطول، ها قال تنسجم مع الجو القصصي الذي يلي مباشرة في الصورة حديث الكرة الخاسرة والزجرة الواحدة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، عرفت؟ قال ديل دي عبارة عن موسيقى وغيرها من الضلالات الكثيرة الموجودة عند هذا الرجل.